Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson. مرحبا بكم إلى موضوع جديد ودرس جديد. ودرس اليوم سيتكلم عن العبارات التي بتخطر على بالنا في كثير من الأحيان and we don't know how to say them. كيف نقولهم؟ لا نعرف كيف نقولهم in English language باللغة الإنجليزية. طبعا first of all في البداية أود أن أذكركم I'd like to remind you أود أن أذكركم أنه there is a difference هناك اختلاف بين يعني Arabic culture اللغة الثقافة العربية and English culture ولكن أيضا هناك تقارب وهناك يعني similarities تشابهات بين اللغتين فكثير من الناس يقولون يا أستاذ مراد هناك بعض العبارات التي أريد أن يعني أقولها باللغة الإنجليزية ولا أعرف مثلا بلاش لف دوران أو بلاش تلف وتدور عليا هذه من العبارات التي الكثير بيطلب كيف يقولها أو كيف أقول مثلا السلام عليكم أو كيف أقول مثلا بمشيئة الله أو كيف أقول مثلا يعني أو لو واحد لعني أنا يمكن أحد يلعني باللغة الإنجليزية وأنا مش عارف ركز معي لأنه هذا الفيديو سيفيدك جدا البعض يقول أنا يعني أول مرة أشاهد قناتك ونفسي أبدأ معك في الفيديوهات السابقة كل ما عليك فعله أن تضغط أسفل الشاشة التي أمامك تعلم الإنجليزي مع مراد ستظهر لك عندما تدخل إلى قناتي ستظهر لك في الأعلى ما يسمى قوائم التشغيل من خلال قوائم التشغيل ستبدأ يعني تظهر لك مجموعة دروس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع أنا قمت بتجميعها يعني مثل دروس المعاهد يعني طريقتي أنا أو أسلوبي نفس أسلوب المعاهد كل مجموعة دروس تبدأ بالدرس الأول وتنتهي باختبار لامتحان المستوى الأول والثاني امتحن نفسك وتأكد من أي مستوى يمكنك أن تبدأ به عن طريق الامتحان طبعا طيب أنت الآن إذا أردت أن تقول لأحدهم مثلا السلام عليكم أولا لابد أن تعرف أن ثقافتهم لا يوجد حاجة اسمها السلام عليكم بس يا أستاذ ما لها ترجمة لما لهاش ترجمة لا في لها ترجمة طبعا تستطيع يعني أن تقولها كترجمة peace be up on you peace be up on you ما فيش مشكلة بس روح جرب حظك ما حدش هيفهمك فلذلك it's better for you يعني أفضل لك إنه أنت تستخدم أسلوبهم أو ثقافتهم ما هي أسلوبهم وثقافتهم أسلوبهم وثقافتهم إنهم يقولون hello hi good morning good afternoon هذه هي التحايا التي عادة بيستخدموها طيب كيف أقول مثلا بارك الله فيك بارك الله فيك بسيطة God bless you God اللي هو الإله أو الله bless you God bless you تسمعوها كثير بالأفلام أو عند الأجانب طيب إذا قلت أنا إذا أردت أن أقول إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذ مراد هذه كلمات يا أستاذ مراد إحنا متعودين ومغروزة في ثقافتنا يعني غصبا عني أنا مش عايش في أمريكا I'm not living in the United States or in Australia or Canada يعني I live in my country أنا عايش في دولتي صراحة حاب أعرف هذه العبارات ممكن أنا بستخدمها لأنه دائما بتخطر على بالي عندما when I speak with other people عندما أتحدث مع الناس الآخرين إن شاء الله هو God willing God willing يعني بمشيئة الله God willing طيب لا يعني أنا مش حاب أن أنا ألعن ولا حاب أعلمكم اللعن لكن قد يقول لك أحدهم مثلا اللعن عليك أو الله يلعنك أو من هذا القبيل وأنا مش حاب أعرف بس أنت عشان تكون على علم لو واحد قالها لك فتفهم عشان ما تكون مثل الأطرش في الزف أحد يسبك وإنت مش عارف ماذا يقال لك طبعا هي المفروض أن يعني اللعنة هي God damn it الإن في كلمة damn الإن silent لا تنطق فهي God damn it God damn it طبعا بتلاحظوها كثير في الأفلام الأمريكية عندما يخفق في أمر ولا مش عارف تنجح معاه فيقول God damn it God damn it يعني اللعنة اللعنة عليها أو اللعنة عليه God damn it كما أخبرتك الإن لا ينطق وأحيانا بدون ما يقولون God يقولون damn it دامت أحيانا بدون ما يقول God دامت يقول دامت دامت طيب عندنا أيضا قلنا عبارة مثلا بلاش تلف وتدور علي هذه من العبارات الشعبية والعامية وحب نعرفها يعني إذا أردت أن تقول لأحدهم بلاش تلف وتدور علي فتقول Don't play around me Don't play around me طيب إذا أنا أردت أن أقول لواحد يا عمي الأمر لا يستحق يعني الموضوع مش جايب همه
الموضوع مو جايب همه أو الأمر هذا مو جايب يعني عناه. فتقول it's not worth it, it's not worth it, it's not worth it, يعني والله لا يستحق العناء باللغة العربية الفصحى. ولكن العامية والله الموضوع مو جايب همه, يعني مش هيجيب هم التعب اللي أنت هتدخلني فيه. احفظ هذه العبارات بسيطة, they're not difficult, هي عبارة عن عبارات واحفظها ويوزد استخدمهم. طيب انت اذا اردت ان تقول كيف الاحوال, كيف الاحوال, يعني احنا عارفين how are you, كلنا بنعرفها how are you, لكن داخل على زملائك بتشوف افلام امريكية يقولونها how's it going, how's it going, يعني كيف الدنيا ماشية, كيف الامور, كيف الاوضاع. وهذه الاشياء بتفيدكم جدا حتى تفهموا الافلام الامريكية, لانه ستجدوها وتسمعوها بكثرة اذا كنتم تتعاملوا مع امريكان او بتتفرجوا على الافلام الامريكية. اذا انت شفت واحد وحاب تقول له اوه والله ما شفناك من مدة يا اخي, من مدة ما شفناك, فتقول له long time no see, long time no see. طبعا هي تركيبة غريب قواعديا, بس انت خلاص احفظها كذا. مرة ثانية long time no see, long time no see, يعني مدة ما شفناك, من مدة ما شفناك. طيب اذا واحد يريد ان يسأل الاخرين, واحد يقول يعني غير how are you, يعني حاب تقول يعني ايش عامل في حياتك, كيف عامل في دنيتك, هذه من الأسئلة حلوة وجديدة, يعني ايش عامل في دنيتك, ايش عامل في حياتك. What have you been up to, again what have you been up to, يعني كيف الدنيا معاك, ايش عامل معاك الدنيا يا اخي. خلاص يخرج عن نطاق how are you, how are you doing, خلاص انت لازم يكون عندك new questions, أسئلة جديدة وعبارات حتى تفهم الأفلام الأمريكية كيف ماشية. طب إذا أنت واحد سألك هذا السؤال حاب تقول له والله كله تمام, كله تمام, عندك طريقتين. ممكن تقول كل شيء, يعني إذا أردت أن تقول والله كل شيء مية مية, كل شيء يجري على ما يرام, كل شيء يجري على ما يرام, هو everything is going well, everything is going well, كل شيء يجري على ما يرام, everything is going well. في طريقة أخرى وهو أنك أنت حاب تقول والله كله تمام بس بتعبير عكسي اللي هو can't complain, can't complain, يعني can't complain يعني مش قادر أشتكي, هي معناته والله مش قادر أشتكي, يعني كله تمام ما فيش حاجة أشتكي منها. فعادة كنوع من التعبير عن الرضا, يعني can't complain, can't complain. طيب إذا أردت أن تقول واحد والله أنا حاب أشكرك مقدما, يعني الشكر مقدم, يعني شكرا لك مقدما, يعني فبسيطة هذه الجملة والعبارة thank you in advance, thank you in advance, يعني شكرا مقدما, يعني وتريد, يعني طبعا تغيير الآن أنا بحاول أعطيك أو add, أحاول أن أنا أضيف إلى العبارات اللي معروفة thank you و how are you والأسئلة المعروفة, نحاول أن نحصل على جديد. يعني احيانا بتتكلم مع شخص وتريد ان تقول له يا اخي ما في داعي للتحسس, يعني ما فيش داعي انك تاخذ الموضوع بشكل جدي وتتحسس وتزعل, فكيف تقول هذا الكلام؟ don't take it too hard, ما تاخذهاش في قلبك, زي ما احنا نفس الكلام ونفس الطريقه بالعربي بس هي التعبير don't take it too hard, ما تاخذهاش في قلبك يا اخي, ما فيش داعي تاخذها بشكل جدي وتتحسس, يعني لا تأخذ الموضوع بشكل تحسسي أو بشكل يعني مبالغ فيه. إذا أنت بتتكلم مع شخص وأردت أن تقول له عفوا أنا مش يعني أنت سرحت وحاب تقول له إيش كنت بتقول, يعني أنا ما سمعتش آخر كلمة, ما سمعتش آخر كلمة, فتقول I didn't catch the last word, I didn't catch, يعني ما لحقتش أو مسكتش, I didn't catch the last word. هذه العبارات حلوة جدا, حاول انك انت تسمعها بشكل مكرر. البعض يقول يا استاذ مراد your pronunciation, لفظك is not that good, مش نفس الامريكيين بريطاني. يا سيدي خذ العبارات هذه اكتبها انت وادخل على Cambridge Dictionary, قاموس كامبريدج, واكتبها او في حتى جوجل, وهناك الصوت اسمعه بشكل اوضح اذا عندك يعني حاب تسمع الصوت بشكل اوضح, مع ان انا شايف انه النطق عندي جيد جدا, لكن للي حاب ان هو يسمعها بطريقه امريكيه بريطانيه مش عارف ايه, عندك قاموس اوكسفورد
كامبريدج، لونجمان، ايه الطرق اللي تحتاجها يعني ما فيش مشكلة. طيب اذا اردت انك تقول لواحد يا اخي فكها، رجال كده فرستريتد، محبط وديسابوينتد، متشائم وجهه، فحب تقول لك زي ما بالعربي نقول يا عمي فكها، cheer up cheer up cheer up cheer up man، يا اخي فكها يا اخي، خلينا ايه ننبسط. اذا اردت ان تقول لواحد بطريقه يعني عاده هرسل لك رساله نصيه، هرسل لك رساله، طبعا معروف انه متعارف عليه بسيطه هذه، I'll text you I'll text you okay I'll text you، انا هرسل لك. طيب من الاشياء اللي انت بتستخدمها وتحتاجها عندما واحد بيتكلم وانت مش عارف يتكلم عليه، فتقول له انت بتتكلم على ايه، انت على ايش بتتكلم، عن ماذا تتحدث، فماذا تقول؟ What are you talking about? What are you talking about? طبعا about التي في الأخير لا ينطق، بالذات بالأفلام الأمريكية إذا ما ركزتوا، إذا واحد جاء ودخل على ناس وتكلم بجملة فيقولوا What are you talking about? What are you talking about? ما عن ماذا تتكلم أنت؟ عن إيش بتتكلم؟ طبعا إذا أردت أن تقول عفوا يا أخي أنا كنت مسرح، يعني بالي ما كانش معك، هذه عبارات رائعة جدا، فستقول I'm sorry I wasn't listening ما كنتش بسمعك، وممكن تضيف لها My mind was somewhere else والله عقلي كان في مكان آخر، يعني كنت مسرح. I'm sorry I wasn't listening My mind was somewhere else. عندك تختار واحدة منهم أو الاثنين مع بعض، مش مشكلة يعني. Good for you يعني هنيئا لك، بحظك، good for you، هذا برضو تعبير خذوه، ما كانش في البال بس جاء مع سياق الكلام. أيضا تستطيع أن إذا أردت أنك أنت تدخل على ناس وتقول آسف على الإزعاج، أعتذر على الإزعاج، فماذا تقول؟ Sorry to bother. كثير جدا تشوفوه بالأفلام الأمريكية إذا دخل على مجموعة وناس بيتكلموا ومستعجل فيقول sorry to bother but there is something urgent، هناك شيء مهم جدا، sorry to bother آسف للإزعاج، آسف على الإزعاج. إذا أردت أن تقول دقيقة وهكون معك، دقيقة وسأكون معك، يعني بالعامية كذا بنقولها خلاص دقيقة هكون معك، دقيقة بس، دقيقة أعطيني دقيقة. I'll be with you in a minute I will be with you in a minute. انت حاول تتدرب عليها انك ما تنطقها على كلمه كلمه، I'll be with you in a minute خلال دقيقه. اذا اردت ان تقول لواحد يا حظك، lucky you good for you، ايضا ممكن تستخدمها، هي نفس الطريقه يعني. اذا انت اردت انك تستخدم تعبير امريكي وتسمع بالعربية الامريكيه احيانا يقولون أنا خرجت عن طوري، أنا يعني عندما سمعت القصة خرجت عن طوري، خرجت عن يعني إحساسي وشعوري، فيقولونها I freaked out يعني خرجت عن طوري، I freaked out. إذا أردت أن تقول لأحدهم لابد أنك تمزح، أكيد أنت بتمزح، فكيف تقول؟ هذه بسيطة يعني، You must be kidding. ولا you've got to be kidding. You must be kidding. ولا you've got to be kidding. هي نفسها. طبعا هذه من أكثر العبارات اللي يعني نحتاجها. والواحد البعض يقول استاذ مراد هناك عبارات كثيره، نعم هناك عبارات كثيره، مثل اذا اردت انك انت تسمع باللغه الامريكيه، انا خطر على بالي الان اتذكر عباره كان يقول واحد تمالك نفسك يا فلانه pull yourself together. حقيقه هذه العبارات بيعرفوها the people who live in America، الناس اللي عايشين في أمريكا بيسمعوا هذه الأشياء أكثر من الناس اللي مش عايشين مع أمريكان، يعني if you are not living with American people or native speakers، الناس متحدثين، يعني you can just ممكن فقط أنك تستمعهم أو تستمع عليهم in the movie، في الأفلام، or with American people، مع ناس أمريكيين أو ناس أجانب بتسمعهم كثير بيتكلموا
هذه النقاط. آخر عبارة إذا أردت أن تقول لواحد يا أخي أنت ما شاء الله عليك، أنت صخرة، أنت you are rock مش معنى صخرة بس، أنت بارع، أنت حاجة يعني واو ما شاء الله عليك، you are rock وبتشوفوها بالأفلام الأمريكية. وهناك تعابير حقيقة كثيرة جدا. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم، واللي يريد كما أخبرتكم مشاهد الفيديوهات السابقة يضغط على أسفل الشاشة تعلم إنجليزي مع مراد، ثم من قوائم التشغيل يختار المستوى الذي يريد أن يبدأ فيه عن طريق اختبار نفسه، حيث يوجد امتحان في نهاية كل مستوى. لا تنسى الاشتراك واللايك وشارك الفيديو مع زملائك يستفيدوا منه. Good luck، حظا موفقا، and see you soon. مع سلامة الله. Hello everybody، مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد. ودرس اليوم حقيقة بيتحدث على ما يسمى بالإنجليزية reported speech، الكلام المنقول. باختصار كيف تنقل الكلام هذا الذي قالوه الآخرين وتخبر به ناس آخرين، يعني معلش هتكون يعني مناقل للكلام. هو قال، هي قالت، أحدهم قال أنا سوف أتزوج، فتذهب وتقول فلان قال أنه سوف يتزوج، فلانة قالت أنها سوف مثلا تسافر، ليلى قالت أنها سوف تسافر، يعني أنت تنقل الكلام. هذا هو يسمى بالإنجليزي reported speech، الكلام المنقول. وحقيقة له طريقتين، إما أنك تنقل نفس الكلام التي يعني قالته فلانة أو قاله فلان، وهذه أثناء الكتابة بتضع بابين قوسين، يعني تضع بابين قوسين وتذكر بالملي ما قالته فلانة. قالت أنا سوف تسافر، قالت هذه الجملة I will go to London، خلاص تقول ليلى قالت she said she will go to London فقط. وهذه الطريقة مش هي طريقتنا اليوم. الطريقة الثانية وهي أنك تنقل الكلام التي قالته بتغيير بعض الكلمات. ما هي هذه الطريقة وما هو هذا الموضوع؟ صراحة هو منتشر في المدارس وبيطلبوا منهم بشكل كثير في الجامعات وبتحتاجوا بالحوارات بشكل كثير. تعال نشوف باختصار هذا الحوار. أنا قسمت الصبور إلى هذا الجزء وهذا الجزء. هذا الجزء حصل قبل أسبوع، last week. سارة، عندنا سارة وعندنا أحمد. سارة قالت 3 جمل وأحمد قال 5 جمل. نريد أن يعني نحول الكلام الذي قاله سارة ونخبر به الآخرين أن سارة قالت. فماذا قالت سارة؟ ركزوا معي. سارة قالت I am enjoying my time، أنا مستمتعة بوقتي. طيب احنا لما اليوم، هذا كان قبل اسبوع، هذا الكلام قبل اسبوع. اليوم نحن نقول سارة said that، سارة قالت that بمعنى ان، that she انها، سارة قالت انها she was enjoying her time، انها كانت مستمتعة بوقتها. ايش اللي حصل وايش اللي تغير؟ ناخذها كذا حبة حبة عشان افهمك، عشان لو انت في المدرسة او في الجامعة او في الاختبارات تعرف تتبع الطريقة الصحيحة. اللي حصل انه اولا عشان تنقل الكلام المنقول، هو اول شيء تقول سارة سدات، عبد الله سدات، محمد سدات، اذا كان احمد هتقول احمد سدات، مراد انت حتنقل الكلام عني، مراد قال انه، مراد سدات. اتفقنا؟ في الكلام المنقول، في الريبورتد سبيتش، الكلام المنقول دائما تذكر اسم الشخص وتقول قال انه. هذه الخطوة الأولى، متفقين عليها؟ في كل الجمل تلاحظ سارة سدات، سارة سدات، أحمد سدات، أحمد سدات، خلاص يعني هذه متفق عليها. طبعاً النقطة الثانية أنك أنت هتركز، هي قالت عن نفسها I، my brother، we، لكن أنت هتحول الـ I إلى she. هي قالت إن هي، طبعاً مش هتقول أنت إن أنا، أنت هتقول that she، حولت الـ Y إلى she. هذه الخطوة الثانية. انه سارة قالت انها يعني سارة واز اها، هي هذه النقطة اللي بيركزوا عليها في الاختبارات في المدارس في الجامعات، انه انت تحول الافعال المساعدة اللي في جميع الجمل اللي هنا في هذا الجانب الام والاز يرجع واز، تحولهم الى ماضي. الار يرجع وير. اذا في الجملة هاف تو، الجملة هترجع هاد تو، يجب، كان يجب عليه. اذا كان في الجملة دونت ترجع didn't. إذا في الجملة will ترجع would. إذا في كان ترجع could. إذا كان فعل عادي، طيب ما فيش فعل مساعد، يعني فعل عادي look ترجع
طلبنا ايدي لوكت. واذا كان فعل شاب عادي يكون الفعل الماضي من الشاب drink drunk eat ate وهكذا. طيب اذا اوكي الان نعيد حبه حبه. الخطوه الاولى نحفظ انه نقول فلان قال انه عبد الله سامي ساره said that. هذه الخطوه الاولى متفقين. الخطوه الثانيه انك انت تحولها اذا كانت قالت انا وهي ساره فتقول شيء. اذا كان مؤنث شيء، اذا كان مذكر هي، اذا كان مجموعه ناس ذي. متفقين؟ طيب الخطوه الثالثه انك انت تحول الافعال المساعده الى الماضي فقط. هذه ثلاث خطوات. ساره said that she was enjoying her time. نفس الموضوع enjoying فقط بدل my time. برضو بالمنطق انك تقول ان هي كانت مستمتعه بوقتها، اكيد مش مستمتعه بوقتي، هي مستمتعه بوقتها. اذا ساره said that she was enjoying her time، مستمتعه بوقتها. تعال نشوف الجمله الثانيه عشان نعمق الفهم بشكل اكثر. My brother isn't in Paris. اخي ليس في باريس. فاذا اذا اردت ان يعني نخلي الكلام هذا نحوله انه هي قالته، نقول ساره said that her brother. هي قالت my brother، انت حولتها her brother اخوها. بالمنطق يعني اخوها هو. هي قالت isn't ليس في باريس، طبعا هذا الكلام قبل اسبوع، لكن اليوم ستقول انت ايش؟ wasn't in London عفوا باريس. تمام؟ هي قالت الجملة الثالثة الأخيرة we are going، نحن سوف we are going to buy a car. هي قالت هذه الجملة. بكل بساطة أنت تقول سارة سدات كما اتفقنا إن هما they بدل نحن. نحن يعني سارة كانت تتكلم عن نفسها وبعدين تكلمت عن أخوها، بعدين تقول أنا وعائلتي سوف نشتري سيارة جديدة. أنت بتقول سارة قالت إن هما، هما مين؟ يعني سارة وأهلها. They are going. They were. They are where. ترجع ال are إلى where. الماضي كما أخبرتك. Going to buy a car. أعتقد الموضوع أصبح بسيط وسهل. أنت تتبع بس الثلاث الخطوات. إنك دائما تقول فلان قال أو فلان قالت إنه. وبعدين تغير الفاعل حسب المذكر ولا مؤنث. ثم تقوم بتحويل الأفعال المساعدة من المضارع إلى الماضي. وإذا كان فعل عادي تخلي في الماضي سواء كان فعل منتظم او فعل شاذ. والخطوه الرابعه البسيطه فقط انك تغير حسب الامكانيه، يعني هير على يعني ماي. ترجع اذا قالت ماي انت تقول هير، اذا كان مذكر تقول هيز. وعلى هذا الحال. طب تعال نشوف احمد ايضا بعض التدريبات اكثر عشان توضح لك المعنى بشكل ادق. يعني احمد ايش قال؟ قال جمله بسيطه، قال انه انا يجب ان اذهب الى الولايات المتحده. I have to go to USA. I have to go to USA. هذا ما قاله أحمد. أنا الآن حاب أخبركم ما قاله أحمد، أنقل كلامه. فمن الطبيعي إننا نقول أحمد said that. خلاص هذه النقطة الأولى متفقين عليها. أحمد said that. تمام؟ النقطة الثانية إنه إيش هو أحمد؟ مذكر ولا مؤنث؟ أكيد إنه مؤنث. فسارة كانت شيء لكن نقول أحمد said that he. أكيد خلاص اتفقنا على الخطوة الثانية. That he. هو قال have to، هنحول have to إلى had to. أحمد said that he had to، إنه كان لازم إنه يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا هو القوانين، هذا هو الموضوع. الثلاث الخطوات هذه تتبعها وزي الفل، تمشي مع كل الجمل، يعني حتى في جمل أزمنة غير هذه بس هتمشي على نفس المنوال. تعال نكمل أمثلة أحمد إيش قال. أحمد يقول I don't like my new job. I don't like my new job. أحمد قال أنا يعني مش عاجبني عملي الجديد. كيف تنقل الكلام هذا؟ أحمد said that، ها؟ أنا عارف أنك تنظر لهنا. أحمد said that he، طبعاً don't ترجع إيه؟ didn't. بس أستاذ مراد أنت حاطها في النفي. هي إذا هي نفي تبقى نفي. إذا هي مثبتة في الجملة يعني go تبقى go. don't زي didn't ترجع منفية. طيب أحمد said that he didn't like his new job. أحمد أيضا قال I will call you on Monday، سوف أتصل بك يوم الاثنين. هذه جملة قالها أحمد. فنقول أحمد said that he would. سمرات ماضي will هي would بالضبط. معقولة سمرات؟ أيوه هي ماضي will. أنت قد تقول I will go to مثلا نيويورك، أنا سوف أذهب إلى نيويورك. حصلت لك ظروف ولم تذهب فقابلتك في السوبر ماركت، قلت لك إيه اللي حصل؟ مش أنت أخبرتني أنك أنت you would كنت هتروح لمكة؟
تقول لي صحيح اي ويل كنت ساذهب الى مكه ولكني غيرت رايي. يعني سقراط اي ويل انا سوف اي ويل انا كنت سوف اعمل شيء لكن حصلت ظروف ولم اعملها. بالضبط هذا هو المعنى. ايضا احد جمل احمد قال اي كانت فايند جوب. يا جماعه انا مش قادر او لا استطيع ان اجد عمل. عشان تنقل الكلام اللي قاله احمد وتسوي له مشكله فتقول احمد سداد هي كود نوت فايند جوب. طبعا انا اختصرتها خلاص يعني ما فيش مجال في السبوره حقيقه. احمد ايضا قال يعني احمد قال لي انا قال لي يا استاذ مراد يو لوك تايرد انت يعني تبدو انك تعبان. فانا هقول احمد سيد ذات اي ان انا لوكت ان انا كان شكلي او بدا علي ان انا تايرد ان انا تعبان. اذا اعتقد انه الصوره وضحت والخطوات انت تتبعها الخطوه الاولى والثانيه والثالثه وطبعا حكم المنطق يعني انه اذا في تمليك هو يقول ماي كار تقول هيز كار سيارته زي كذا يعني خذ بالك ان يكون المعنى اجمالا بشكل صحيح. باختصار كان درس اليوم هو على الريبورتد سبيتش الكلام المنقول بهذا الشكل ريبورتد سبيتش الكلام المنقول هذا هو اسم الدرس تجده في القواعد في اللغه الانجليزيه في كتب اللغه الانجليزيه. انت هدفك من هذا الدرس انك تنقل ما يقوله الاخرين وباختصار انا كلمتك انه هذا الكلام حصل في الماضي وانت تقوله هنا فتتبع الثلاث الخطوات انك دائما تقول فلان كان مذكر او مؤنث سداد قال انه اذا كان مؤنث ولا مذكر فتقول هي ولا شي اذا كان جمع ذي انهم وتتبع انك تحول الخطوه الثانيه الافعال المساعده من المضارع تحولها الى الماضي وانك انت ايضا تاخذ بالك انه الجمله يعني تتناسق مع المعنى انه مثلا قالت تستمتع بوقتها انت تقول هي تقول ماي تايم انت تقول هير تايم يعني تاخذ بالك من هذه النقطه. اتمنى ان تكون استفدت من درس اليوم واذا عندكم اي تعليقات حابين يعني نتعمق فيه اكثر او ناخذ درس فيه اكثر لا يوجد عندي مانع ممكن انزل لكم فيه عده دروس. إذا في عندك أي أيضا استفسار أي نقطة أنا بقرأ تقريبا معظم التعليقات أو تقريبا جميعها. البعض إذا بيسأل نفس الدرس تلاحظ إنه أنا يعني أطلب منه إنه هو يعيد يشوف الدرس لأنه موجودة إجابة. أما معلومة جديدة أو شيء مخربط عليك مش واضح لم أشرحه أنا حاضر. لا تنسوا الاشتراك واللايكات وشير مع زملائك اللي يعني تشارك معك الموضوع يستفيد منه يدعي لك ويدعي لي. Thank you very much. Good luck. حظا موفقا. See you soon. أراكم قريبا. Hello everybody. How are you? I hope you are fine. Today we are going to speak about something very important for many students. What is it? It is reported speech. What's the meaning of reported speech? Reported speech is what you are trying to tell the others what somebody else told you. So if someone says that he will do something, you want to talk to the other people to tell them what he said. Let's have a look at these examples. These examples happened or was mentioned last week. But here at this time, you are going to say today. This is today. Today you will say what Sarah and Ahmed said last week. These are the sentences that Sarah and Ahmed said last week. Sarah has said three sentences. Sarah said, I am enjoying my time. This is what exactly Sarah said. If you want to change this word to reported speech, you have three steps. Step number one, you always remember to say Sarah said, Ahmed said, Tom said, John said that. This is what you always use at the beginning. This is the first step. You change I to she. If she's a female, you use she. If he's male, you say he. If they are many people, you say they. And don't forget to differentiate between them. So
Sarah said that she, instead of I, we used she. At the most important point here, you change the second step. You change am is to was, are to were. Have to, it will be had to. Don't, it will be didn't. Will, it will be the past of will. Would, can, could. If it's just a verb like log, you add just ed. If it's a regular verb, you will put the past form of the irregular verb. So let's have a look again. I am enjoying my time. That's exactly what Sarah said. You will change that. Sarah said that she was enjoying her time. If you notice that, she said my time, but you see her time. The second example you say here, she said, Sarah, my brother isn't in Paris. So you say, Sarah said that. It's the same sentence. Sarah said that, Sarah said that, Sarah said that. It's the same. The difference here, she said, my brother. She will say, so here you say, Sarah said that her brother, not my brother. You will not say your brother, Sarah's brother. So you will change my brother to be her brother. Isn't will be changed to wasn't. Wasn't in Paris. If you say here, if Sarah says, we are going to buy a car. Sarah said, we are, I and my family. That's what she means. We are going to buy a car. You would say, Sarah said that they. Why they? Because Sarah and her family. You will change we to they. You can't say they. You can't say we because it's not we. It's they, Sarah and her family. So you say, Sarah said that they were going to buy a car. This is the first part about Sarah. But if we talk about Ahmed, Ahmed has also said five sentences. Ahmed said, I have to go to USA. If you change this sentence, you would say the first point, Ahmed said that. That's the first point. He, instead of I. He had to, the third point you say, you change had to had to. Ahmed said that he had to go to USA. The second example, Ahmed said, I don't like my new job. If you change this to reported speech, you would say, Ahmed said that he, it's the same, didn't. He said, I don't, but you change it to the past. Don't, didn't like his new job. He said, my. And she didn't do his. This is logically, if you think about that. Also, I will call you on Monday. That's what Ahmed told me. So if you want to make it in a reported speech, you said, Ahmed said that he would, instead of well, it will be would, call me on Monday. And just like that, you change the same thing. I can't find the job. Ahmed said that he, not can't, he couldn't. Find he that he couldn't find a job. Ahmed told me you look tired. So Ahmed said that, not he, that I, because I will change you because he's talking to me. So Ahmed told me that I looked ed, tired. I hope you got the benefit of this lesson because it's very important for many people when they speak with each other, you want to report. I mean, the speech you hear from others. Don't forget the three steps I told you. First of all, you will mention Sarah or Ahmed or Tom or John said that. Then you will put I, he, she, it, and also you will change the helping verb from present to the past. That was the lesson for today. I hope you got benefit. Thank you very much for watching, Mr. Murad. Good luck and see you soon next time. I'll be glad to hear from you if you have any comment and don't forget to subscribe and share it with your friends. Good luck. See you soon.